صباح الخير اعزائي مشاهدي بوابه الفجر، معاكم هدى السيد من محافظه المنوفيه مع قصه كفاح جديده. قصه كفاح 35 سنه، ام حنان زوجها انفصل عنها بس هي لسه مستمره بقى لها 35 سنه بتشتغل وتعمل سندوتشات بعضيض وبتعمل سندوتشات تريف، حاجات غريبه كده، وسندوتشات طعميه وبتنجان وحاجات جميله وبتنجان بالسلطه. الضحكه الجميله، نتعرف بيكي. انا ام حنان. ام حنان ايه بقى؟ طعميه. اه بتشتغلي بقالك قد ايه في المهنه دي يا ام حنان؟ 35 سنه. 35 سنه. اه بتصير علشان ده مصدر رزقك الوحيد يا ام حنان؟ عشان اكل عيالي وعياله. اه. واصوم يا رب. اديني رزق. ربنا يقويك يا ام حنان يا رب. بتبداي يومك ازاي يا ام حنان؟ ايوه رجاله. ببدا من الساعه 5 الفجر بعد الفجر لحد بعد الظهر. اه. تاني واقفه على رجلي. وبتبل الفول والحاجات دي كلها. من امتى؟ من قبل الفجر بساعه او بساعتين. اه 35 سنه وانت في الشغلانه دي. حبيب قلبي قوم يا باشا. 5 طعميه و5 حمادة. ايه رايكم في حاجه ام حنان؟ انا جاي من بلد ثانيه على فكره. علشان تاكل من عند ام حنان؟ من بلد ثانيه. ما شاء الله. انا بقول لك يعني انا اشتغلت من مكان ثاني وباجي هنا. علشان خاطر ام حنان، حاجه ام حنان. انا باجي ربع ساعه والله. انا بستغل الفرصه ان اكون في شبين. انت بتتعامل مع ام حنان بقالك قد ايه؟ انا كده بقالي 3 سنين بس. 3 سنين. 3 سنين. انا بستغل الفرصه ان انا موجود في شبين عشان اعدي عليها في الوقت ده بالذات. ما شاء الله. برضه في رمضان بقى بتبقى قبل الفطار بقى كمان ماشي في اي يوم. صراحه يعني. الزباين ما شاء الله مبسوطين منك يا ام حنان. ما شاء الله. متوصي بقى. بالضحكه الجميله دي بتقابل زباينها ام حنان كل يوم. على موقع اسمه البلد. ربنا يوفاك يا ام حنان يا رب. زي ما حضراتكم شايفين ام حنان بتتعرض لعوامل الجو وكل حاجه، فهي يعني نفسك في ايه يا ام حنان؟ نعم يا رب. كنت بتقول قبل التسجيل كان نفسك في ايه؟ كان نفسي بقى ان انا اقف كده في حته كشك كده حلو. اه. فيا لما في عيالي واقف اشتغل فيه، او حته دكانه كده صغيره على قد كده. انت بتصرفي على اولادك يا ام حنان؟ انتوا 8 تقريبا؟ 8، 4 احفاد والامهات. اه واولادك التانيين؟ 3 امهات. اه انت اللي بتصرفي عليهم من زمان. 35 سنه. ربنا يوفاك يا ام حنان يا رب. واحنا طبعا بنضم صوتنا لصوت ام حنان، ويا ريت يعني محافظ المنوفيه يعني هي نفسها في كشك. بابتسامتها الجميله دي ام حنان بتقابل زباينها كلهم ما شاء الله. ربنا يوفاك يا رب يا ام حنان. بياكل هنا ولا لسه؟ لا لا. اتفضل يا حبيبي. مش هنا؟ محترمة يعني، تمام، ربنا يبارك لها. ربنا يخليك. ام حنان ايه رايك فيها بتقول؟ لا تمام والله، ده هي ست بيت زي العسل. انت بتاخد منها بقالك قد ايه؟ كل يوم. كل بتاخد بقالك كام سنه؟ ايه؟ بقى 4 سنين. معايا هنا لازم في الراحه والجايه ياخد الفطار وهو رايح شغل. ما شاء الله. ما شاء الله. والحاج اخر الاستاذ اهو. انت ايه راي حضرتك في الحاجه بتاعت ام حنان؟ لا ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيها. انت بتاخد منها بقالك كتير؟ انا بقالي 4 سنين او 5 سنين دلوقتي، كل ما انزل شيرين لازم اخد. كل الناس بتحبك يا ام حنان عشان ابتسامتك الجميله يا ام حنان. ربنا يبارك لها. ربنا يبارك لك يا رب ويفتحها عليك. بتقولي بنتك مالها يا ام حنان؟ عندي عيله متطلقه بقى لها 8 سنين وعيالها معايا. هي حنان الكبيره عينيها وجعاها، فمن زعل عينيها قفلت، حصل وشها قفل. فانا عملت لها اشعاعات كده، قالوا لي عايزه قرنيه عين. عايزه قرنيه عين. انا محتاج فتره حبايبي. يعني بتنجدي مين؟ تيتي ولا بتنجدي مين؟ اي اللي ينجدنا ينقوا صواب فينا يعني. يجي معانا الرئيس بتاعنا اي حد. المحافظ. المحافظ. مالكيش دخل تاني غير الدخل ده؟ لو قعدت تغلي معانا. اه مالكيش دخل غير الطعميه والبتنجان والحاجات دي والسندوتشات. ربنا يوفاك يا ام حنان يا رب. يا حبيبه قلبي. بصي بقى الله يخليك. عايزه ايه؟